بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من التاريخ الإسلامي، حيث سنستكمل معا أحداث أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فسنسلط الضوء على اتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفة أبو بكر، كذلك فتوح الشرق وفتوح الغرب، وأخيرا قيم مستوحاة من حياة الخليفة أبو بكر الصديق. اتساع الدولة الإسلامية في عهد الخليفة أبو بكر الصديق. ما كانت الوحدة الإسلامية تكتمل على يد الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد القضاء على مشكلة الردة، حتى اكتملت صفوف المجاهدين وخرجت الجيوش الإسلامية لنشر رسالة الإسلام وإعلاء كلمة الله، ذلك لإكمال رسالة نبيهم المصطفى في تبليغ الرسالة الإسلامية للعالمين وتحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ولحماية دولتهم الناشئة من الأخطار التي تحوم عليها. وهنا نسلط الضوء على أسباب هامة دفعت بالمسلمين نحو الفتوح الإسلامية، وهي أسباب دينية وأسباب سياسية. نأتي إلى الأسباب الدينية، وهي الحماسة الدينية التي وضحت من خلال نشر الرسالة المحمدية وإعلاء كلمة الله، كذلك تحرير الإنسان من عبودية البشر إلى عبودية الله. أسباب السياسية هي حماية الدولة الإسلامية ضد الأخطار الخارجية للمحافظة على وحدة وتماسك الدولة الإسلامية. وقف أبو بكر الصديق يخطب بجيوش الإسلام قائلاً: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تقعروا نخلاً وتحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاهاً ولا بقرة ولا بعيراً، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم بانية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليه، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا واندفعوا باسم الله. أبو بكر الصديق يسجل له التاريخ وضعه للمبادئ السامية واحترامه للإنسانية قبل معاهدات جنيف وقبل معاهدات حقوق الإنسان. إذن خرجت جيوش الإسلام تحمل رسالة سامية وتبلغها للعباد. عدد عزيز الطالب المبادئ السامية التي جاءت في خطبة الخليفة أبو بكر الصديق، هي عدم الخيانة والغدر وأخذ ما لا يجوز أخذه، كذلك عدم الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال، والحفاظ على البيئة من نباتات وحيوانات، كذلك احترام الحرية الدينية للشعوب الأخرى. عزيز الطالب، ابدأ رأياً على موقف جيوش الإسلام من أهل الأديان والمتعبدين. احترمت الجيوش الإسلامية الديانات الأخرى وكفلت لهم حريتهم الدينية على عكس الجيوش الأخرى. دلل على توافق المبادئ السامية بين خطبة أبو بكر ومعاهدات جنيف. سبق أبو بكر الصديق معاهدات جنيف بألف عام، حيث توافقت باحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية وعدم التمييز العنصري. ونأتي الآن إلى فتوح الشرق، وهنا يتبادر في أذهاننا فتوح الشرق أي محاربة الفرس. بعد انتهاء الخليفة أبو بكر الصديق من حركة الردة، عزم على استكمال رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بنشر الإسلام وإعلاء كلمة الله. خرج خالد بن الوليد في أول محرم 12 هجري وواجه الفرس بقيادة هرمز الفارسي في كاظمة شمال الكويت حالياً في معركة ذات السلاسل. لماذا سميت بذات السلاسل؟ لأن هرمز قائدهم ربط جنوده بالسلاسل حتى لا يفروا من أرض المعركة وليستميتوا في القتال. كتب خالد لهرمز يخيره بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، ويقول بختام كتابه: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. انتصر عليه وأكمل السير إلى أليس على نهر الفرات، ثم تابع السير نحو الحيرة التي صالح أهلها على الجزية. واصل المسير خالد إلى الأنبار حتى فتحت وكانت مخازن الغلال للفرس. كتب إليه الخليفة أبو بكر المسير نحو الشام، فواصل قيادة الجيش المثنى بن حارثة، وتولى الخليفة عمر الخلافة بعد وفاة أبو بكر الصديق، فأرسل جيش أبي عبيدة بن مسعود الثقفي الذي تلاقى مع بهمن بن جاذويه في معركة الجسر،
13 هجري، حيث استشهد أبي عبيدة الثقفي عندما برك عليه الفيل. بلغ الأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاستشهاده فحزن، وعندما مات شيرويه خلفت ابنته بوران بنت كسرى في الحكم. فقام الفرس بإرسال جيش بقيادة مهران بن باذان الذي التقى مع المثنى بن حارثة في موقعة البويب في 13 الهجري، حيث انتصر المسلمون. ما هو الدور الذي لعبه القائد القعقاع بن عمرو التميمي في موقعة كاظمة؟ عندما بدأت المعركة بدأوا بالمبارزة، حين طلب هرمز مبارزة خالد، واتفق هرمز مع بعض فرسانه أن يفتكوا بخالد إن خرج للمبارزة. وعند تنفيذ خطتهم فطن القعقاع بن عمرو التميمي للأمر وأدرك خالد، وقتل خالد والقعقاع هرمز وفرسانه، وبمقتل هرمز اضطربت صفوف الفرس فانتصر المسلمون. وهذه الخريطة تمثل موقع كاظمة. هنا عزيزي الطالب لابد أن تقارن بين كل من معركة كاظمة والجسر والبويب من حيث السنة والأطراف والقادة والنتائج. معركة كاظمة في سنة 12 هجري، الأطراف كانت المسلمون ضد الفرس، القادة خالد بن الوليد ضد هرمز الفارسي، النتائج انتصار المسلمون. معركة الجسر 13 هجري، الأطراف المسلمون ضد الفرس، القادة أبي عبيدة بن مسعود الثقفي ضد بهمن بن جاذوي، النتائج استشهاد أبو عبيدة الثقفي عندما برك عليه الفيل. المعركة البويب في 13 هجري، الأطراف المسلمون ضد الفرس، القادة المثنى بن حارثة ضد مهران بن باذان، النتائج انتصار المسلمون. ما هي أسباب هزيمة المسلمين في هذه المعركة، معركة الجسر؟ أسباب هزيمة المسلمون عدم استماع القائد أبو عبيدة الثقفي لنصيحة المستشارين، واستخدام الفرس لسلاح الفيلة، ومخالفة القائد أوامر الخليفة عمر بن الخطاب بعدم التوغل بأراضي الفرس. وما هي إنجازات القائد المثنى بن حارثة؟ انتصر المثنى بن حارثة على الفرس في معركة البويب، وهزم قائد الفرس مهران بن باذان. ما العلاقة بين أسباب هزيمة المسلمين في كل من موقعتي أحد والجسر؟ هي عدم طاعة القيادة. ولماذا سميت موقعة البويب بيوم الأعشار؟ لأن كل مسلم قتل 10 من الفرس. والدروس المستفادة من الموقعتين هي عدم مخالفة القيادة وعدم الاستهزاء بالعدو. ونأتي الآن إلى فتوح الغرب في عهد أبو بكر الصديق. أرسل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 4 جيوش إلى بلاد الشام بقيادة كل من أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، ولكن الروم جمعت قواهم لمواجهة المسلمين. طلب المسلمون المدد من الخليفة الذي أمدهم بخالد بن الوليد الذي كان في العراق. اتجه خالد مع نصف قوات العراق، حيث قطع المسافة بوقت قياسي وانضم لقوات المسلمين. أدرك المسلمين بأن الأمر ليس بالهين عليهم، فلا بد لحسم الأمر، مما جعل القوات الأربعة تتلاقى وتنضم تحت لواء واحد بقيادة أبو عبيدة الجراح لمواجهة الروم. ولاحظ عزيزي الطالب خط سير جيش خالد بن الوليد من العراق واتجه إلى اليرموك. فتوحات الغرب في عهد الخليفة أبو بكر الصديق. كان اسم المعركة أجنادين في عام 13 للهجرة، المكان بين الرملة وبيت جبرين بفلسطين. الأطراف هذا موقعها في فلسطين حاليا، الأطراف المسلمون ضد الروم، القادة عمرو بن العاص وثيودور، وكانت النتائج انتصر بها المسلمون وأصبحت فلسطين كلها بيد المسلمين. نأتي إلى وفاة أبو بكر الصديق. مرض الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن اغتسل في يوم الاثنين وكان يوما باردا، فحمي 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وتوفى في يوم الثلاثاء سنة 13 للهجرة، وله 63 سنة بعد خلافة دامت 2 و7 أشهر. قيم مستوحاة من حياة الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
جمع القرآن في عهده بعد حروب الردة برأي من الخليفة عمر بن الخطاب، خشي أن يهلك حفاظ القرآن. تردد أبو بكر الصديق وقال: كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. حتى هدى الله أبو بكر الصديق وطلب من زيد بن ثابت جمعه وتدوينه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبو بكر، وقد شهد له بالجنة والعتق من النار. شهد جميع الغزوات مع النبي وأعتق 7 كلهم كانوا يعذبون على يد كفار قريش. كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعهد امرأة عمياء يقضي حوائجها بالليل، وذات يوم وجد غيره قد سبقه فترصد فوجده أبو بكر وهو الخليفة، أول من سمي القرآن مصحفا، وأول من سمي خليفة، وأول خليفة ولي وأبوه حيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، شكرا لمتابعتكم.